مصطفى عبده لما قال انا عايز العباده السلام تشوف عليكم الصالح ورحمة الله اللي نازل وبركاته. معاه اللهم صل سلام وسلم الدنيا وبارك على وسلام سيدنا الدنيا محمد وسلام الستات وعلى الكريمات آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة حبايب قلبي النهاردة الجمعة، يعني عايزين أول حاجة كده نفتتح باللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة بقى الفطار بتاعنا النهاردة هنعمل فول بطريقة جميلة جدا جدا. طبعا ده الفول اللي هو بيبقى موجود يعني في العربيات وكده، هعمله لك بطريقه سهله يعني طبعا، لكن الطريقه بقى الكامله خالص اللي انا هعمله لك في التدميس ان شاء الله بنزل لك الطريقه. بحط بقى شويه ملح كده على الفول. طبعا ايه رايك يا احمد فيه؟ كان طعمه كان عامل ازاي؟ لوز اللوز لوز اللوز. ايه اللوز اللوز ده؟ بس انتي لما عملتيه كان انتي حطيتونا في عيش اصفر. واحنا اصلا كنا عايزين عيش اصفر، احنا ما نعرفش ان انت جبت عيش اصفر اصلا، احنا ما كناش هنا. بصوا بقى احنا كنا في الدروس. هم جم كانوا في الدروس وانا حبيت ان انا اعمل لهم. حطيت بقى شويه كده من الملح وكمان شويه من الكمون وكمان شويه من من الكزبره. بس بصي حاجات بسيطه، لان انت لو كترت قوي في الكزبره هتمرر معاك. طبعا ومعايا بنتي هي حابه اللي برضو اللي هي تساعدني شويه، فانا حبينا ان احنا نعمل مع بعض. طبعا ازازه الزيت اهي زي ما انتم شايفين، طبعا مش عايزه تتفتح خالص معايا يا احمد. وعبد الله عمال ياكل في البليله، طبعا الفيديو بتاع البليله هينزل معاكم. شوف عبد الله عمال ايه عبد الله، انت مبسوط بالبليله ولا ايه؟ والله تسلم ايدك. عبد الله مكسوف بيقول لك تسلم ايدك. تسلم ايدك انت يا عبد الله. وبصوا بقى يا جماعه، طبعا انا عملت بقى الفول اهو زي ما انتم شايفين. طبعا في الاخر بقى خالص بتحطي الزيت. طبعا بحط الاول على النار، ودي الطعميه بتاعتي اللي انا كنت عاملاها معاكم، يعني بحط عليها شويه من الكمون كده وشويه من الكزبره، هتاكلي منها احلى طعميه، صح ولا لا يا احمد؟ صح. بحط بقى الحله اللي حطينا. كمل انت بقى يا احمد، اشرح لهم انت بقى، قول لهم الطريقه. اولا ثانيا هنعمل ايه؟ انت قلت اولا اولا بنجيب المعلقه ونفضل ندق فيه هو على النار. ندق ماشي، نقلب فيه هو على النار ماشي. بعدين شايفين بقى هو بيتقلب. طبعا الاخت اللي بتقلب طبعا مش امي. وبنقلبه كده على النار. طبعا يا جماعه، وساعات احنا برضو بناخده كده ونضربه في قلب زمان كنت بتقولهم بقى الام اللي بتقلب مش اخت. ده بص البنوته بتاعت الصغيره هي دايما عايزه ان هي تعمل معايا، فانا قلت قلت ما خليها تتعلم. ساعات بتعمل لكم اكل حلو ولا لا؟ لا والله حلو. بتعمل اكل حلو؟ مش كانت عامله لكم فشر قبل كده؟ كان طعمه حلو ولا كان طعمه وحش؟ لا كان طعمه حلو بجد. والله. طيب كانت عامله لنا مره محروق، بس مش مشكله يعني مره في مره هتلاقي تتعود مع بعض. بتقلب اهي. اشرح لهم بقى يا احمد. وبرده كسنة على ما يقلبوا. وطلعت امي بقى تاني تقلب هي بقى، وبتقلب ايدها طلقه بسرعه. ما هي عايزه تقلب، هي عايزه تقلب البنوته معايا، عايزه تقلب وماسكه المعلقه، تقول لي لا انا بحب الطبيعي. وانا برضو عايزه انجز، برضو بيني وبينكم يعني عايزه انجز، عايزه اخلص الليله بتاعتي دي عشان انا هعمل عملت ايه بقى هناك اللمه الثانيه؟ عملت الطاسه وحطيت عليها زيت وسخنتها على النار شويه، وبعد كده لسه هنحط بقى العجين. هنحط الطعميه، بس لسه ما لسه بيقلبوا في الفول. أحلى حاجة في مصر يا جدعان الطعمية والفول وشوية الفول. وحطينا هناك باشا بذنبكم، انتوا بتزهقوا من الفول والطعمية، احنا كمصريين. واحنا وعشان بنحب وهناك في الطاسة التانية بنحط الكوسة. الكوسة نقطعها خرزيت كده ونحطها في قلب الطاسة. نقطعها مين؟ في البداية
معلقه تانية. شوف معلم عشان دي العيال هي اللي بتغسل على طول. طب استنى ما تاكل عشان نصور. انا هغسلها بس واعملها. ماشي ما انت هتغسلها قدام. طب لا قدام. ما تغسلي خدي اغسليها كده صلي. ماشي. 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 المفروض تتعمل يعني انت المفروض تسيبها يومين اتنين نقعين كمان ما تاخدش معاك غالي وربع ساعة وتتعمل. لا انا بقولك مفكر في الاحلى من ده نسيت. لا يلا بتشد فيا اعمل ايه؟ حط عليه بس بنين. لا دي كده دي بحلها ده تشيل خرارة. اطلع طاسة كمان تخليك اطلع طاسة وافتح لا ليه كده ولا كده؟ دي طاسة. عاملة بقى واغسلها. وطبعا متضايق ومتخانق وقلت له ماليش فيه سمع لي جول سمعه مظبوط قلت له ساعه وتعلمي تاني وقعد يقول لي لا قلت له هم سكت هنسمعهم النهارده قال لي لا قلت له هو كده عاجبك عاجبك مش عاجبك والله ما طلعك خلاص هقول له قال لي خلاص تمام دقايق.